بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله. أعتذر عن قطع الفيديو بس أنا نكمل كيف بتصير تكوين الثيرويد هرمون. هذا الحكي مهم وهذا الحكي بده فهم جد، فبدي أكون تركزوا معي. قبل ما أحكي بهذا الحكي بدي تركزوا معي هالصورة أنا جبتها. بحكي لك الثيرويد جلاند تحت الميكروسكوب تبين هيك. شو هيك؟ أنا عندي هنا ثيرويد فوليكل، اوكي، ثيرويد فوليكولر ابيثيليال سيلز، ثيرويد ابيثيليال سيلز، وبالنص اليومن اوكولويد. هنا انا عندي بلاد فيسلز. هاد شكل الثيرويد جلاند تحت الميكروسكوب. طبعا بلاقيها بس هيك، بلاقيها عادي كثير هيك دوائر. طيب تحويطه الدائره نفسها، الدائره مجوفه، تحويطه الدائره هي اسمها فوليكل او فوليكولر ابيثيليال سيلز، وبالنص اليومي اوكولويد. طيب وبعدين جايين كمان بلاد فيسلز. واضح التركيبه؟ يعني انا هون عندي بلاد فيسلز، بعدين عندي ثايرويد ابيثيليال سيلز او فوليكولر ابيثيليال سيلز، وبالنص اليومي اوكولويد. طيب هذا الحكي مهم تفهموه جدا. هسه بدنا نحكي عن كيف بتم عمليه تصنيع الثايرويد هرمونز. اول شيء بدي اياكم تعرفوا انه حكينا ان الثيرويد جلاند مميزه لانها بستخدم الايودايد. شو الايودايد؟ الايودايد هو الاي ماينس ايودايد، اوكي ايودايد. طيب هسه الايودايد اول عمليه انه بفوت لي من البلد للفوليكيولر ابيثيليال سيلز. اتذكروا معي، طلعوا مره ثانيه، انا عندي هون البلد هون الابيثيليال سيلز، فهو بفوت من البلد للابيثيليال سيلز، وبالنص حكينا اليومين. طيب فاول عمليه اللي هي هذا الايودايد يفوت من البلد للفوليكولر ابيثيليال سيلز ويفوت معها صوديوم. ليش يفوت الصوديوم مع الايودايد؟ بيحكي لك والله لانه الايودايد ما بيحب يفوت لحاله. الايودايد سالب، اذا فات سالب على الخليه رح تصير خليه كثير نيجاتيف، هايبر بولارايزد، رح تصير نيجاتيف كثير، وهذا مش كويس تصير نيجاتيف، فلازم تفوت مع النيجاتيف بوزيتيف، وهذا بصير بكل الجسم. فالايودايد بفوت مع صوديوم نيجاتيف بوزيتيف. تمام، بعد هيك الايودايد صار وين؟ بالابيثيليال سيل، فوليكولر ابيثيليال، وبعدين كمل طريقه لليومن. طب الشيء الثاني اللي بدكم تعرفوه، انا عندي بروتين مهم جدا بالفوليكولر ابيثيليال سيل اسمه ثايروغلوبولين. ايش الثايروغلوبولين؟ بحكي لك هذا بروتين موجود بالفوليكولر ابيثيليال سيل، ريتش ان تايروزين مولكيول او تايروزين امينو اسيد. تايروزين از ان امينو اسيد، هذا الثايروغلوبولين معبى تايروزين. طيب الخطوه الثانيه انه الثايروغلوبولين هذا موجود بالابيثيليال سيل برضه يروح لليومن. واضح انه احنا بنخطط انه يصير في ارتباط ما بينهم، ليش اثنين راحوا لليومن؟ طيب هسه الخطوه الثالثه زي ما انت توقعت او انت توقعتي انه يصير في ربط ما بينهم، ما بين الثايروغلوبين والايودين، مش الايودايد، لانه الايودايد بصير له اوكسيديشن بيتحول لاي 2، اي 2 الاي ماينس تحول لاي 2، فبصير في بعدين ربط بعمليه اسمها ايودينيشن. يعني احط على التايروزين اللي موجود بالثايروغلوبين ايودين. طيب بحكي لك والله كل تايروزين عباره عن امينو اسيد، كل تايروزين ممكن نحط عليه ايودين واحد او ايودين اثنين، ايودين واحد او ايودين اثنين. طب اذا حطيت ايودين واحد على التايروزين شو اسم المركب؟ مونو امينو تايروزين. طب لو حطيت اثنين داي ايودو تايروزين. طب الخطوه الاخيره اني اعمل كابلينج. ايش يعني كابلينج؟ اجيب تايروزين عليه اثنين ايودين واربطه مع تايروزين عليه اما ايودين واحد او ايودين اثنين، فشو المركب الخلاصه اللي بصفي؟ اثنين تايروزين عليهم اما ثلاثه ايودين او اربعه ايودين، اوكي، عليهم اما ثلاثه ايودين او اربعه ايودين. طب هسه انا كمان عشان افهمك اياها لو اجيك صوره، اوكي شوف معي، هذا التي 4 هو اللي عليه اربعه ايودين. انا عندي اثنين تايروزين، هي تايروزين الاول هي تايروزين الثاني، اثنين تايروزين، ممكن الاقي على اثنين تايروزين أربعة أيودين، ممكن ألاقي على اثنين تيروزين ثلاثة أيودين. إذا كان عليه أربعة أيودين شو بسميه؟ تترا أيودو ثايرونين. إذا كان عليه ثلاثة تراي أيودو ثايرونين.
طيب أعيلكم إياها سريعاً. حكيت أول إشي بالعملية إنك تفوت الأيودايد للفوليكيولر بعدين لليومن، بعدين الثايروغلوبينين بروتين عليه تيروزين معبى بيروح برضو لليومن، الأيودايد بتحول لأيودين حوله لأيوتو، بعد هيك بدهم يرتبطوا ببعض بعملية اسمها أيودينيشن. أحط على التيروزين الموجود على الثايروغلوبينين إما كل تيروزين واحد أحط عليه إما أيودين واحدة إما أيودين اثنين، فبصفي عندي مونو أيودو تيروزين مونو أيودو تيروزين أو داي أيودو تيروزين. بعد هيك حتصير عملية الكابلينج إني أجيب داي أيودو تيروزين وأربطه إما مع مونو أيودو تيروزين أو داي أيودو تيروزين. هاي عملية الكابلينج يعني ازدواج ازدواجية، أربط الأشياء مع بعض. فبصفي المركب عندي فياته 2 تيروزين واما 3 ايودين واما 4. هسا اذا في عليه 3 ايودين بسميه تراي ايودو ثايرونين او تي 3، واذا عليه 4 ايودين بسميه تترا ايودو ثايرونين او تي 4 او ثايروكسين. اي هوب اتس كلير. طلع معي كيف جبت التي 3 كيف جبت التي 4؟ التي 3 مكون من 3 ايودين. كيف جبت 3 ايودين؟ جبت تيروزين كان عليه ايودين واحد مع تيروزين عليه ايودين اثنين، خبطتهم ببعض صار عندي 3 ايودين واثنين تيروزين، سمينا المركب تراي ايودو ثايرونين. طب او ممكن اخبط 2 داي ايودو ثايرونين وداي ايودو تيروزين، داي ايودو تيروزين داي ايودو، بتصفي عندي مركب فيه 2 تيروزين و4 ايودين، شو بسميه؟ تترا ايودو ثايرونين او تي 4 او ثايروكسين. طب بس بحكي لك والله انه اغلب الهرمونات اللي بتطلع من الثايرويد جلاند، اغلب الهرمونات اللي بتطلع من الثايرويد جلاند بتطلع تي 4 بتطلع تي 4. التي 4 هو برو هرمون، مع انه انا مش كثير بتفق انه برو هرمون انه هو يعني مش كثير اكتف، لا هو اكتف بس التي 3 اقوى منه. يعني بحكي لك 75% من الهرمونز اللي بتطلع من الثايرويد شو بيطلعوا له؟ تي 4 يعني أربعة أيودين، جزء 25% بيطلع تي 3. طيب هسا بعد هيك التي 3 أقوى بكثير، التي 3 التي 4 بينزل بالجسم، هو أغلب الثيرويد هرمونز هم تي 4. هسا بعد هيك التي 4 بيرفر اللي بالتيشو، يعني ما هو بالنهاية هالهرمون هتشتغل على تيشو، هتشتغل على هارت ومصل عادي، فلما توصل للتيشو التيشو بيحولها بيعمل دي ايودينيشن، حيشيل ايودين واحد فبصير المركب مره ثانيه تي 3، والتي 3 از فيري اكتف. او بحكي لك شيء ثاني ممكن يصير، انه ممكن يشيل الايودين بس بمكان اخر. شوفوا طلعوا، هي انا عندي الثايروكسين، سوري شوفوا انا عندي هي الثايروكسين والتي 4، هي انا عندي الاربعه ايودين، ممكن احوله للتي 3 هي الثلاثة ايودين، او ممكن احوله لريفيرس تي 3، يعني الايودين الاخيرة مش هون، مش على خمسة هون، موجود على خمسة هون. اوكي يعني عادي هذا الريفيرس تي 3 برضه ثلاثة ايودين بس شكل الايودين الاخير مختلف، هذا التي 3 توتالي ان اكتف. فاحنا زي الفكرة شو، انه الثايرويد جلاند بتطلع الهرمون الوسط اللي له اكتيفيتي خفيفة اللي هو تي 4، بالتيشو اللي بيلزمه بحوله لتي 3، اللي ما بيلزمه بحوله لريفيرس تي 3 بس. احكي كمان فكره مهمه، الفكره المهمه احكي لكم اياها، هذا الحكي كله موجود بس انا جمعته مره واحده عشان لما تقراوا يكون كله هيك واضح مره واحده، بدل ما الموضوع انطرح باكثر من مكان. اوكي وجايب لي القصه من العكس، لا انا اعطيتك اياها من البدايه عشان تفهم علي. فلو انا احكي لك اغلب الهرمونات بتطلع 75% تي 4 25% تي 3، الريفيرس تي 3 غالبا بصير بريفري، جزء منه صغير جدا بيطلع لي من الثايرويد جلاند مباشره. حلو الكلام. طيب الفكره كمان احكي لكم اياها، شايفين هاي الفوليكلز اللي ورجتكم اياها، بتوين الفوليكلز في انا عندي خلايا اسمهم بارا فوليكولار سيلز، اسمهم بارا فوليكولار يعني بمحاذاه الفوليكلز، بارا معناها بارل المحاذاه. طيب هاي البارا فوليكولار سيلز بتطلع هرمون اسمه كالسيتونين، حكينا انه دخل بالكالسيوم صح، رح نحكي عنه المحاضره الجاي، بس اهم شيء هاي الافكار لحد الان كلها واضحه. طيب هسه كمان بدي احكي لكم شغله، اهم شيء بالمحاضره صدقا، شو الاهم شيء بالمحاضره اللي تحكي لنا اياه؟ إنه التي 3 والتي 4 اللي طلعوا لي بالبلود بيعملوا لي نيجاتيف فيدباك على تي اس اتش،
والثايروتروبين ريليزنج هرمون. يعني مش انا عندي بيطلع لي التي 3 والتي 4، شو اللي بيطلع لي التي 3 والتي 4؟ بيطلع لي التي 3 والتي 4 تي اس اتش من البيتيوتري، والبيتيوتري مين بخليها تطلع تي اس اتش؟ تي ار اتش، ثايروتروبين ريليزنج هرمون. فبحكي لك بعد ما طلع التي 3 والتي 4 وعرفنا انهم كويسين، بيعملوا لي انهبيشن، فيدباك انهبيشن، بقول لك خلص ما في داعي يطلع كمان، ما في داعي يطلع كمان تي اس اتش، ما في داعي يطلع كمان تي ار اتش، هالنيجاتيف فيدباك. طب هسه انا بدي افترض سيناريوهات، انت تفكر لو انا صار عندي مرض قلل لي افراز التي 3 والتي 4، شو بتوقع يكون عندي تي اس اتش؟ عالي، لانه فقدت الانهبيشن. فهمتوني؟ هاي اهم معلومه، انه انا اذا عندي صار راح التي 3 والتي 4، التي اس اتش بكون عالي لانه فقدت الانهبيشن. طب لو انا التي 3 والتي 4 عندي عاليين بسبب مرض طلع لي اياهم زياده، شو بتوقع التي اس اتش؟ قليل. فعشان هيك لو بدي اشخص مرض بالغده الدرقيه، اول فحص بطلب راح تستغرب تي اس اتش. اذا التي اس اتش عالي عنده كسل بالغده، اذا التي اس اتش واطي معناه عنده فرط نشاط بالغده. فهمتوني؟ يعني هذا التي تي اس اتش عكس بالعكس. طيب اوكي، كمان فكره بدي احكي لكم اياها، انه طلعوا ركزوا معي، بعد ما احنا كوننا المركب هون وعملنا الكابلينج، بعد ما عملنا الكابلينج صار عندي انا ثايروغلوبولين، ثايروغلوبولين، هذا الثايروغلوبولين عملت له كابلينج، فعليه تي 3 عليه تي 4، وبرضه في هرمونات لسه ما صار لها، في تايروزين ما صارلوش كابلينج، فلسه مونو ايودو تايروزين، داي ايودو تايروزين، تمام؟ يعني شوفوا انا عندي هذا الثايروغلوبولين بروتين معبى تايروزين، التايروزين ممكن، التايروزين ممكن يصير له ايوديشن مره، بسميه مونو ايودو تايروزين، ممكن مرتين احط عليه تو ايودين داي ايودو تايروزين. طب بعد هيك ممكن اجيب تايروزين مع تايروزين ادمجهم مع بعض، فبسميه تترا ايودو ثيروني او تراي ايودو ثيروني تي 3 وتي 4. فانا عندي الثايروغلوبين بالنهايه صار مشكل من كل شيء عادي، مش شرط كلهم يتحولوا مع بعض، لاحظ عادي. هسه بعد هيك الثايروغلوبين بدي افوته مره ثانيه للفوليكيولار ابيثيليال سيل. ليش بدي افوته مره ثانيه للفوليكيولار ابيثيليال سيل؟ لانه لما افوته للفوليكيولار ابيثيليال سيلز وقتها بقدر راح افصله، راح افصل التي 3 والتي 4 عن الثايروغلوبولين، واطلع الثايروغلوبين تي 3 وتي 4 لبرا، واستخدم الثايروغلوبولين مره ثانيه. فيعني اخر خطوه، اخر خطوه انه بعد ما كوننا الثايروغلوبولين اللي عليه تي 3 وتي 4 لازم يرجع لي مره ثانيه للفوليكيولار ابيثيليال سيلز، من اليوم للفوليكيولار ابيثيليال سيلز. طيب هسه هاي العمليه الدخول، يعني انك يعني تدخل الثايروغلوبولين للفوليكيولار ابيثيليال سيلز، بنسميها عمليه باينوسايتوسيس، هي معناها بالعربي التشرب الخلوي. ليش؟ لانه بحكي لك بفوت معها كمان فلويد، هذا البروتين الثايروغلوبولين، اي بروتين بدب المي، فانت كيف تبلع الخليه، ها بتعمل انفاجينيشن، بتطول هيك السلم بين تبعها لحتى تبلعه، تشرب خلوي، اوكي؟ فبسموها فلويد ستيت باينوسايتوسيس، باينوسايتوسيس. طيب وبرضه هي الباينوسايتوسيس هي جزء من عمليه كبيره اسمها اندوسايتوسيس، الاندوسايتوسيس انك تفوت اي شيء، انك تفوت اي شيء عبر الريسبترز. فبرضه هذا الثايروغلوبولين ممكن اخليه يربط بريسبترز موجوده على الفوليكيولار سيلز، وبرضه ادخل من الريسبترز، اوكي؟ يعني انا عندي ممكن يدخل ببينوسايتوسيس قبل السلم برين يعمل تجويف، او الريسبترز، في له ريسبترز هون بالفوليكيولار ابيثيليال سيلز بسموها ريسبتر ميدييتد اندوسايتوسيس، اوكي؟ فاخر خطوه انه يرجع يفوت، انه يرجع يفوت. طب سو ثايروغلوبولين ابتيك اوكيرز مينلي باي مايكرو باينوسايتوسيس، اللي هي يعني اعمل باينوسايتوسيس تشرب خلوي لمركبات صغيره، which it's a fluid phase باينوسايتوسيس، اوكي، and receptor mediated endocytosis، يا اما ببلع يا اما بطول السلم برين وبدخله، يا اما بالاندوسايتوسيس ريسبتر يربط لي بالثايروغلوبولين وافوته، بعدين لازم افوته للبلاد سوري للفوليكيولار ابيثيليال سيلز، بعدين اقص التي 3 والتي 4 للبلاد، والثايروغلوبولين استخدمه مره ثانيه لعمليه جديده. طب بس نحكي عن اب نورمال كيسز، انا ممكن يصير عندي هايبو ثايرويديزم اللي هي كسل الغده، بكون عندي ديفيشنسي بالتي 3 والتي 4. طيب هسه البيشنت اللي بنولده بهذا المرض ساعتنا مش اسمه كريتينيزم، كريتينيزم تخلف عقلي، هسه اي واحد عنده غده معبى معناته انه كسل غده عنده تخلف عقلي، لا هون غلط مش موضحين. اذا ولد الواحد بهايبوثايرويديزم بكون عنده تخلف عقلي، لانه الثايرويد هرمون تي 3 وتي 4 از امبورتنت فور برين ماتوريشن، مهم او برين ديفلوبمنت، مهم لتطور البرين وانت صغير. فاذا انت ما عندك كان تي 3 وتي 4 انت صغير بكون عندك تخلف عقلي، بس ما بصيرش هذا الحكي. ليش؟ لانه اول ما ينولد الطفل بياخذوا منه عينه ليشوفوا اذا عنده نقص بالغده، اذا عنده نقص بالتي 3 وتي 4، اذا عنده نقص بعطيه الهرمون من اول ما ينولد بحيث ما يحصل كريتينيزم. طب ليش سموها كريتينيزم؟ كانوا زمان كويس اشياء عشان احببكم بالعلم كان زمان اليونان
بيودوا المتخلفين عقليا لجزيرة، لجزيرة يونانية اسمها كريتينم. فربطوا هذا الاشي اللي عنده هايبوثيرويدزم بهذا الفكرة بس، فسموه اللي عنده تخلف عقلي من هايبوثيرويدزم كريتينزم، ولبست معنا لهسه بس. طب ايش تاني ممكن يصير؟ انه تي 3 والتي 4 اسمه اوفر برودكشن. كيف؟ انه يطلع عندي شيء اسمه ستيميوليتنج اميونوجلوبولين. ايش يعني ستيميوليتنج اميونوجلوبولين وجريفز ديزيز؟ لازم اوضح لك، انا عندي اميون تيشو، هذا الاميون تيشو بيطلع شيء اسمه اميونوجلوبولين، يعني انتي بودي، يعني اجسام مضاده. اخذت التوجيه اجسام مضاده، فاميونوجلوبولين يعني اجسام مضاده. هاي الاجسام المضاده سبحان الله بعضها ببعض الناس بتروح لي للثايرويد تيشو بتعمل لي له ستيميوليشن، يعني اشتغلت لي زي تي اس اتش، والله ما شيء غريب، اشتغلت لي زي تي اس اتش، فصار يطلع مادة اسمها ستيميوليتنج اميونوجلوبولين، صارت تحفز لي الثايرويد جلاند دائما. شو مسمينا المرض جريفز ديزيز؟ فالجريفز ديزيز مرض مناعي، مرض مناعي، مرض مناعي بتنتج فيه اجسام مضاده بتحفز لي الثايرويد جلاند، فبيكبر حجم الثايرويد جلاند وبتطلع تي 3 وتي 4 كثير. وهذا المرض كمان بيتميز بشيء اسمه اكزوثالموس. اكز معناها اكزت، الثالمو معناها عين، فالعين زي كانها بتكون طالعه لبرا بارزه، بروتروجن اوف ذا اي بول. هذا المرض، يعني هذا المرض ليش بيعمل هيك؟ لانه هاي كمان الاميونوجلوبولين غير انها بتحفز لي الثايرويد جلاند لتكبر، بتحفز لي التيشو الموجوده بالاي. لما تحفز لي التيشو اللي ورا الاي، اللي ورا الاي بتخلي الاي تنتفش لبرا، فتبين الاي كيو هيك طالعه لبرا بارزه، اكزوثالموس. تمام. وممكن كمان تعمل لي جايتر. ايش يعني جايتر؟ تضخم بالثايرويد جلاند، فالواحد يبين الثايرويد جلاند عنده كبيره. ليش كبيره؟ لانه احنا حكينا التي اس اتش ما بيشتغل بس بانه يطلع لي تي 3 وتي 4، التي اس اتش طالع من البيتيوتري، لاحظ ما بيشتغل بس انه يطلع لي تي 3 وتي 4، كمان بيشتغل بانه بكبر لي حجم الثايرويد تيشو. فاذا انا عندي اميونوجلوبولين شبه التي اس اتش بيشتغل بكبر لي حجم الثايرويد جلاند، بكبر لي حجم الثايرويد جلاند وبخلي لي يعمل زي جويتر وطلع لي تي 3 وتي 4. طب شوفوا هسه هون الديس اوردر، اهم شيء تعرف هايبوثايرويدزم بيكون عندي تي 3 والتي 4 قليل، تي 3 والتي 4 قليل والتي اس اتش عالي. طيب هسه احنا نفكر منطق، هايبر ثايرويدزم العكس، الهايبر ثايرويدزم شو شو بيكون عندي؟ الهايبر ثايرويدزم التي 3 والتي 4 عالي والتي اس اتش قليل غالبا، غالبا هاي الموست كومن، هاي الموست كومن سيناريو. انا مش عارف هالتفاصيل مطلوبه ولا لا، هذا باثولوجي مش عارف. تمام. بس انا يعني بدي اشرحها سريعا، ما بدي اطول عليها لانه بستبعد يعني شويه تفاصيل باثولوجي. طب هسه بدنا نحكي عن الهايبر ثايرويدزم اللي هو كسل الغده. بيحكي لك الغده ممكن تكسل بسبب برايمري فيلر، يعني الغده نفسها يكون فيها مشكله، يعني الغده الدرقيه بطلت تنتج تي 3 وتي 4. اذا بطلت تنتج تي 3 وتي 4 شو بصير بالتي اس اتش؟ بيعلى. اوكي. اذا عالي تي اس اتش، التي اس اتش حيكبر لي الثايرويد جلاند كثير في محاوله يعني يكبر حجمها لتطلع، بس هي مش قادر تطلع تي 3 وتي 4، فبصير عند المريض جويتر. شوف شوف، ممكن كسل الغده الدرقيه ينتج انه الثايرويد جلاند نفسها فاشله، فشلت ما بتطلع تي 3 تي 4. طب اذا قل تي 3 وتي 4 بيروح الفيدباك، يعني اذا قل الاستيمولس قل الريسبونس بزيد الاستيمولس، ما هو العكس، فبزيد تي اس اتش، التي اس اتش حيروح شو يعمل بالثايرويد؟ يكبرها ويحاول يخليها تطلع تي 3 وتي 4، بس على الفاضي مش قادر تطلع تي 3 وتي 4، فهو بيكبر بحجمها، بيكبر بحجمها كذا على الفاضي، فبصير عند المريض جويتر، يعني ثايرويد جلاند انلارجمنت. طب بس ايش ثاني ممكن يصير؟ بحكي لك ممكن الغده الدرقية تفشل لأنه البيتيوتري جلاند أو الهايبوثالامس فشلات، يعني البيتيوتري بيطلعش تي اس اتش، الهايبوثالامس بيطلع ليش تي ار اتش، فإذا اللي أكسس من فوق برضه ما بيعطيني ريسبونس إنه تحفز، ما بتعطيني ستيمولس إنه أتحفز، ما راح أطلع تي 3 تي 4. أوكي، بس بالمنطق هسه طلع ما راح نطلع تي 3 تي 4، فشو بلاقي تي 3 نازل؟ طيب اكيد يكون نازل لانه هاي هايبو. طيب اوكي، لقيت التي 3 نازل، لقيت التي 3 نازل، شو بتوقع يكون التي اس اتش؟ التي اس اتش مفروض اذا قل التي 3 راح، اذا قل الريسبونس راح يزيد الاستيمولس، راح احاول ازيد التي اس اتش ك يعني فيدباك ميكانيزم. طب بدي احاول ازيد التي اس اتش بس فيش تي اس اتش، يعني البيتيوتري مش قادر تطلع تي اس اتش، فعلى الفاضي برضه تي اس مش حيعلى، او مثلا الهايبوثالامس فيها المشكله مش حتقدر تطلع تي ار اتش، فحيكون بهي الحاله تي اس اتش قليل او تي ار اتش قليل. فهمتوني؟ بهي الحاله في جويتر؟ لا لا. ليش؟ لانه اللي بكبر الثايرويد جلاند تي اس اتش، تي اس اتش بهي الحاله ما في تي اس اتش،
فبهي الحاله بيكون عندي تي 3 جليل وتي اس اتش جليل. طب بس واحد ممكن يحكي لهم عارف انت حكيت انه احنا نفحص الغدد الدرقيه انك تشوف التي اس اتش، واذا التي اس اتش جليل، اذا التي اس اتش جليل معناها هايبر، واذا التي اس اتش عالي معناها هايبو. طب هي حاله هايبو، هي حاله هايبو، هايبوثايرويدزم عملت التي اس اتش جليل. انا بحكي لك ببساطه هذا الشيء جدا نادر، جدا انه نادر يكون المشكله بالبيتوتري او الهايبوثالامس. دائما المشكله او يعني انا اضرب لك رقم تقريبا 95% من الحالات اذا مش اكثر المشكله بالثايرويد. فهم يعني بالكلينيكال براكتس يعني بيشتغلوا كمان تقنوا اذا انا مثلا واحد عنده واضح اعراض الهايبوثايرويدزم وما عنده مشكله واضحه انه بالبيتوتري، يعني خلص بطلب بدايه اس اتش، او ممكن كان عادي اعملهم كلهم مع بعض عادي فاهميني. بس يعني الغالب مو هيك، الغالب كل مشكله بالثايرويد تمام. فاذا المشكله بالثايرويد شو بتوقع؟ تي اس اتش عالي وتي 3 وتي 4 قلال. طب اذا المشكله من فوق كلهم قليل، لانه اللي فوق اصلا قليل. في جويتر؟ لا. في جويتر؟ لا. تمام. طب اوكي هسه هاي الحاله ليك اوف دايتري ايودين. الايودين مهم، هذا الحكي بصير طبعا، هذا الحكي يعني اذا حكيت لك البيتيوتري فيلر او الهايبوثالامس فيلر نسبه 5% هاي نسبه 1 بالمليون بجوز الليك اوف ايودين، لانه الايودين صار بالخبز. يعني انت اكيد اغلب انه بالخبز الايودين حتى ممكن صار بالمي بكل مكان ايودين صاحب صاحب ينقص فهمتوني. فبصيرش طبعا ليك اوف ايودين. بس فرضا صار في ليك اوف ايودين شو اتوقع؟ ما بصيرش في تي 3 وتي 4 لانه انا بطلع تي 3 وتي 4 من الايودين، فالتي 3 وتي 4 معناه قلال. طب شو بس شو بتستجيب البيتوتري؟ بتعمل تي اس اتش عالي كفيدباك ميكانيزم، لما يعلى تي اس اتش في جويتر فهمتوني. يعني الليك اوف ايودين زي البرايمري فيلر نفس الشيء نفس الشيء. طب هسه بنحكي للهايبر ثايرويد نفس الفكره. اذا بدي احكي عن هايبر، يا اما الثايرويد جلاند نفسها بتطلع كثير، يا اما جايها سكندري سكندري كوزز. تعال نشوفهم واحد واحد. طيب تعال نشوفهم واحد واحد. اول حاله انه الثايرويد جلاند بتطلع ابنورمال اميونوجلوبولين. يعني انا عندي طالع كثير اميونوجلوبولين، الاميون سيل الخلايا المناعيه بالثايرويد بتطلع انتي بودي يعني اجسام مضاده بتشتغل وكانها تي اس اتش. هاي بسموها الثايرويد ستيمولاتينج اميونوجلوبولين، تشتغل كانها تي اس اتش. اوكي هاي اللي بتشتغل كانها تي اس اتش شو حتعمل؟ حتزيد لي افراز الدي 3 وتي 4 وبرضه حتكبر لي الغده. حكينا تي اس اتش بيعمل شغلتين، بكبر وبزيد افراز دي 3 وتي 4. فاذا انا عندي جريف ديزيز انا عندي انتي بودي زي تي اس اتش تماما، حيطلع تي 3 كثير تي 4 كثير والحجم كبير في جولدر. طيب ممكن سكندري، ايش يعني سكندري؟ يعني مش من الثايرويد نفسها، من فوق من البيتيوتري او بالهايبوثالامس. البيتيوتري بتطلع تي اس اتش كثير. اوكي بهي الحاله شو بلاقي باللابات؟ بهي الحاله بلاقي باللابات التي اس اتش عالي والتي 3 عالي. التي اس اتش عالي والتي 3 عالي. بالمقارنه اذا كان برايمر بلاقي التي 3 والتي 4 عالي والتي اس اتش قليل كفيدباك، لما يعلى التي 3 والتي 4 بيعملوا انهبيشن للتي اس اتش. طيب اذا كان انا عندي التي 3 والتي 4 عاليين بسبب بيتيوتري، البيتيوتري اصلا بتطلع تي اس اتش كثير وبيطلع تي 3 وتي 4 بالتالي كثير، فبيكونوا كلهم نفس الشيء، تي 3 عالي، تي 4 عالي، تي اس اتش عالي او تي ار اتش عالي اذا كان التي ار اتش من الهايبوثالامس يعني المشكله. تمام؟ هسا اخر شيء اللي ممكن يصير انه الثيرويد يطلع، يكون عندي ثيرويد تيومر والثيرويد تيومر يطلع لي اكسس اكسس تي 3 وتي 4 اكسس تي 3 وتي 4. طب اذا طلع لي اكسس تي 3 وتي 4 شو حيعملوا للتي اس اتش الميتوتري؟ بيعملوا انهبيشن تي اس اتش انهبيتد. طب في جويتر؟ فكروا فيها، ما في. ليش ما في؟ ما في لانه التي اس اتش قليل. طب احنا حكينا اول حاله اول حاله التي اس اتش قليل بس برضو انا عندي جويتر، ليش؟ لانه انا صحيح التي اس اتش قليل باول حاله اللي هو جريف ديزيز، بس انا عندي اميون جلوبولين عامل لي زي شغل التي اس اتش، فعشان هيك كبر لي الخليه. هسه شوفوا بعرف في ناس ما فهموهاش هي الجويتر وهيك مش مهمه، صعبه عليكم صعبه، احنا بنفهم بالثولوجي ندرس بالثولوجي نفهمها. فانا رايي يا اما الواحد انه يعني يطنشها هاي فكره الجويتر، يا اما انه يعيد الفيديو بس عادي. بس انا فكرتي ببساطه اعيدها اخيرا انه متى بتكبر الثايرويد تيشو؟ اذا في تي اس اتش كثير او شيء شبه تي اس اتش اللي هو الثايرويد اميونوجلوبولين. والفكره الاهم اذا عيل التي 3 والتي 4 بصير في انهبيشن للتي اس اتش، واذا نقص التي 3 والتي 4 بزيد التي اس اتش في الغالب. في حالات نادره بتكون المشكله من فوق من السنترال،
اصلا البيتيوتري بتطلعش تي اس اتش. بهاي الحاله اذا البيتيوتري اصلا بتطلعش تي اس اتش حلاقي برضه تي اس اتش كثير تي 3 وتي 4 كثير. طب اذا البيتيوتري بتطلع كثير تي اس اتش بلاقي تي اس اتش عالي وتي 3 وتي 4 عالي. فانا كيف اميز اذا برايمري او سكندري؟ انا اعطيك اياها عشان تحلها الامتحان بسرعه. اذا لقيت التي 3 والتي 4 والتي اس اتش الثلاثه مع نفس الناشين مع بعض يعني الثلاثه ناقصين اعرف انه سكندري كوزز سكندري هايبر. اذا الثلاثه رافعين اعرف انه سكندري هايبر. طيب اذا تي 3 وتي 4 زايد وتي اس اتش قليل برايمري هايبر جريفز ديزيز. طيب اذا تي 3 وتي 4 ناقص وتي اس اتش عالي برضه برايمري هايبر.